دلوقتي عايزين نقول لكم بقى تفاصيل مسابقة شهر يوليو لأبطال ال جي، واللي جايزتها 3 جوائز لـ3 فايزين. الجوائز هي 3 سماعات ال جي اكس بوم، والمسابقة طبعا في شهر يوليو هتكون عن ايه؟ عن الأصحاب والذكريات الجميلة اللي كل واحد منا عنده مع أصحابه طبعا مقربين، ذكريات حلوة. وكمان احنا داخلين على فصل الصيف اللي دايما بتنتعش فيه الذكريات دي، وذكريات اللمة والسفر مع بعض والبحر وغيره. المطلوب بقى من حضراتكم كل واحد يرشح عز صاحب أو صاحبة ليه، ويكتب قصة عنه أو يبعت اسمها أو اسمه على صفحة LG على فيسبوك أو إنستجرام. وآخر موعد للتقديم هيكون يوم الأربع 28 يوليو الساعة 11:59، يعني إيه 59 دقيقة، يعني ما تبعتش بعد الساعة 12، والسحب هيكون يوم 28 يوليو. خلونا نشوف مع بعض تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. جائزة شهر يوليو اللي بتقدمها شركة LG هي السماعة RN5، ودي طبعا بتقدمها لمسابقة أبطال LG، واللي السين بتاعها موجود في شهر 7 عندنا عن السمر فيكيشن أو أجازات الصيف. ابعت لنا قصص بتاعتكم على صاحبك الجدع اللي دايما بيبقى موجود معاك في أي مصيف أو في أي أجازة صيف، اللي دماغه مترقعة في أي سفرية، وهنختار 3 قصص فايزين. القصص هتتبعت على صفحة LG، كل قصة منهم هتفوز من الـ3 قصص هيبقى معانا جائزة السماعة RN5، ودي من احدث التقنيات اللي بتقدمها LG في مجال الصوتيات، واللي ميزتها ان هي مميزه بتقنيه الاكس لود، ودي التقنيه بتدي لك 3 أضعاف قوه الصوت لاي سماعه زيها. سماعه RN5 ميزتها ان هي جهاز واحد، مش هتحتاج سماعات كتير، هيدي لك اداء صوتي قوي جدا. تقنيه الصوت بتاعت تقنيه الاكس لود كمان فيها دي جي ميكر زي اكنك في حفله بالظبط، سواء اللايتنج اللي بيبقى شغال اثناء عمليه الاستماع للصوتيات او اثناء الاغاني، كمان تقدر تعمل ميكسينج ما بين اكتر من اغنيه في وقت واحد. مش بس كده، لو انت معاك سماعه تانية من نفس النوع تقدر توصلهم مع بعض بالبلوتوز، ويقدر انت توصل دايركت على شاشه LG بالبلوتوز من غير اي كابلات او اي كيبلز معاها. كمان هتقدر تدي لك لايتنج جو حفلات قوي جدا عشان طبعا اجازات الصيف، زي كمان ان انت تقدر تستخدمها زي فكره الدي جي بالظبط، وكل ده بيوفره لك في مساحه في جهاز واحد لي. ودي هتكون الهديه بتاعتنا لشهر 7 عن اجازات الصيف ومسابقه ابطال LG. مبروك مقدما ان شاء الله للفايزين.